أغلى ما يملك المرء وطنه، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه، لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. لذلك كان من الحقوق والواجبات أن يسعى لرفعة وطنه في شتى المحافل والمجالات، وأول هذه الحقوق الحب الصادق لهذا الوطن ولقيادته. بادرت حكومة الكويت لإنشاء تلفزيون دولة الكويت يقوم من خلالها بإبراز الوجه الحضري الذي كان في أوج عطائه، عندما قررت الحكومة تملك محطة إرسال كانت لأحد التجار، وقررت أن يبدأ أول بث رسمي في 15 نوفمبر 1961، ومن هنا كانت البداية. تم علي العرض وأنا في القاهرة من قبل الأستاذ المرحوم خالد المسعود، وكان في ذاك الوقت خالد المسعود يريد الجوانب الفنية الإعلامية واللي فيها الجانب الإبداعي والجانب التنسيق والأفكار وما أشبه ذلك تكون مسؤوليتي. بداية سهلة جدا، يعني ما لقيت فيها أي صعوبة. وجدت تليفون من مكتب الشيخ المرحوم جابر العلي يستدعيني للوزارة، فرحت فقال لي نبيش تروحين التلفزيون. قلت له يعني ايش بقدم؟ قال تقدمين أقوال الصحف. أنا التحقت بتلفزيون الكويت في 63، لأن الوالد طرشني للدراسة في الخارج. أثناء دراستي في الهند كنت هم أحياناً أجد فرصة أروح ألتحق في معاهد التصوير السينمائي. الإعلامية فاطمة حسين دعتني إلى مقابلة في برنامجها في ذلك الوقت. اللقاء شافه المرحوم وزير الإعلام جابر العلي آنذاك، وقال لهم جيبوا هالولد هذا خلي يقدم برامج. أول برنامج طلعت فيه وجيت البيت أشوف الوالد، يعني وجهت نظره لقيت أمي كأن فيه نوع من الخوف. قلت لها هاي أبوي إيش قال؟ قالت أبوك يا وقف على الباب وقال أم خالد من هي المزيونة اللي طالعنا. بدأ شباب الكويت تسخير كل وقتهم وجهدهم لإبراز هذا الجهاز الإعلامي الذي كان أول تلفزيون خليجي، وكانت انطلاقة تلفزيون دولة الكويت من المبنى القديم الذي يقع في الحي الشرقي من مدينة الكويت، والذي كانت له أجواءه الخاصة. التلفزيون كان على شارع الخليج خلف دسمان تقريباً، في المبنى اللي على البحر بجانب قصر دسمان. هذا التلفزيون الذي حقيقة أنا لحد الآن كل ما مر وقت أمر هناك وأدخل عند البوابة وأتذكر عنتر حارس البوابة، عبارة عن شبرات. كانت الشبرة الرئيسية الأولى فيها استوديو واحد نبث فيه، واستوديو صغير للأخبار، وممر فيه بعض المكاتب من ضمنها غرفة المذيعات وغرفة المكياج. بعد ذلك صارت الشبرة الإدارية التي كان فيها مكتب الأستاذ محمد السنعوسي. شبرة صغيرة عليها أريل محدود البث، تقريبا بعض كيلومترات البسيطة في الكويت، ولا يوجد مكاتب ما عدا هذه الشبرة الصغيرة فيها كاميرتين من النوع القديم جدا والضخمة جدا. كان هناك كم شبرة، كنا كمية صغيرة حوالي 25 واحد فقط، بس كنا نشتغل ليل نهار. كان خلية نحل الشباب الكويتي، يعني كأنه شيء جديد عليهم. يعني أنا بنفسي كنت أعمل عدة أشياء في يوم واحد. كنت أنفذ الأخبار 9، كنت أنفذ نافذة على العالم،
كنت أسوي برنامج الباديس بالنهار وبالإضافة إلى تمثيليات اللي يقدر عليها. كان أهم شيء في هذه الشبرة الصغيرة هو العناصر من الشباب الكويتي اللي جابوهم من المطبعة ومن جهات أخرى وهم على عدد الأصابع ليتولوا بث هذه البرامج أو الأفلام أو على الهواء مباشرة. أول ما جيت بدأنا بالأفكار على الهواء مباشرة، كانت مرحلة قاسية جدا. أنا أتذكر حتى ما يوجد فراش ينظف، أنا اللي كنت أنظف الأرضية. بدأت وزارة الإعلام مسيرتها في خطى ثابتة تحت قيادة نبراس الإعلام وواضع لبنات البداية، وهو أول وزير تولى حقيبة الإعلام في دولة الكويت منذ استقلالها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك في أول تشكيل وزاري في تاريخ الكويت، وكانت آنذاك تسمى وزارة الإرشاد والأنباء، رغم أن الكويت كانت تعيش في كنف منطقة لا تعرف التلفزيون، وهذا يعتبر من أبرز سمات التحدي التي واجهتها الكوادر الإعلامية في ذلك الوقت. أولاً لم يكن هناك في ذاك الوقت بالذات المفهوم الإعلامي، الشخصية الإعلامية ومفهومها بأنها متخصصة قادرة على أن تسمي بإنتاجه وبعقليته وإبداعه وفكرة وثقافته أن تقول هذا إعلامي. ما كنا نعرف هذا. كان الإعلام بدأ مع إذاعة الكويت، فكانت العناصر الموجودة في الإذاعة هم اللي نستطيع نقول هم بداية الإعلاميين. لا، أنا ذاك ما كان فيه يعني معوقات. أبرز المعوقات كانت تطلعنا إلى تقنية أحدث، يعني كنا احنا نشتغل ببساطة بأجهزة بسيطة بأسلوب بسيط، لكن على ما نسمع ونقرأ نريد الأفضل. أنت ما بإمكانك تصور تحت الماي، بس ما دام في إرادة أعملها. لا، أنت مجنون، أنت صاحي. فهالأشياء هذه يعني من معوقات كانت في. طبعاً أنا ما بينت لأحد اللي خوفي الرئيسي اللي في داخلي التصوير تحت الماي. فعلاً ما حد مسويها لا في العالم العربي ولا في آسيا. فبديت قلت ماكو إلا بنفسي أعمل شيء. المسؤولين عن الإعلام آنذاك كانوا مهتمين جداً في العمل الإعلامي، وكان عندهم يعني حرص أن العمل يصير زين. فلما المسؤولين يكونوا مهتمين ويحرصون كل المعوقات تتضاءل يعني. بس أنا ما كنت أخذها معوقات، لأنه أنا عندي أطفال، ولما قعد أنا بالتلفزيون عيني في عين هاللي تلمع الأطفال الصغار، كانوا يوجهوني تصدق أخذ وجهة نظرهم للتعليم، لتعليمي أنا. يعني مثلا يما واحدة تقضب شعري وتلتفت على زميلاتها الصغار اللي موجودين، أنا ما قلت لكم مو باروكة هذا شعر. فيعني العمل مع الطفولة غريب غريب، فلذلك أنا ما أعتبرها يعني معوق. شنو؟ تأخير التسجيل، خراب أنت تعرف طريقة التسجيل، قبل لازم تكمل البرنامج ساعة لازم تكمله، ما يخترب خمس دقائق لازم تعيده كله. فما كان يعني ما كان يضايقني، أتحمل. في 9 سبتمبر من عام 1969 بث تلفزيون دولة الكويت من دبي برامجه، حيث كان يغطي دبي والشارقة وعجمان فقط، وكان مقر التلفزيون بمنطقة القصيص مكان المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. كان تلفزيون دولة الكويت يبث برامجه باللونين الأبيض والأسود وبعدد ساعات بث تبلغ 4 ساعات يومياً منذ بداية إنشائه.
في 15 من مارس من عام 1974 بدأ البث الملون، وكانت النقلة النوعية في شاشة تلفزيون دولة الكويت، وتشكل هذه الذكرى أهمية كبيرة على صعيد تدشين مرحلة مفصلية في تاريخ التلفزيون، ولها نكهة خاصة ومميزة بالنسبة للإعلاميين الذين عاصروا تلك الفترة وبقيت عالقة في ذاكرتهم ووجدانهم بكل ما تحمله من ترقب واستعداد للتطور والتكيف مع متطلبات العصر الحديث. الألوان كانت طفرة قوية طبعاً عندما تمكن التلفزيون من إمكانيات أفضل وأحسن، صار الأمر طبيعي جداً أن يكون التلفزيون ملون، لأنك لا يمكن أن تستمر بالأسود والأبيض والكل حواليك ويمك وبعيد، والناس بدأت ترى وتقدر التلفزيون الألوان ثم أنت تستمر بالأسود والأبيض. فكان طبيعي جداً أن ننتقل من الأسود والأبيض إلى الألوان كأي نقلة جديدة في تطور التلفزيون. يعني الأستاذ محمد سنعوسي قال لي لازم نسوي مكياج، أنا أسود فبيض ما في لا كحلة لا حمرة لا شيء، الشباب الحمد لله. فقلت له أنا ما أبي أحط حمرة، أنا ما أبي أسوي مكياج. قال لي ما يصير، بعصبية ما يصير، هذا ملون ما تطلعين كذي وجهك أصفر. لا حول الله، يلا سووا، بس شنو المكياج برضاي أنا مو برضاهم هم، يعني خفيف بالعين خفيف بالوجه كله. ولله الحمد لما عرض البرنامج عرضوه في حطوا في الصفات تلفزيونات والعالم كلها تشوف شيء ملون، يعني شيء جديد حلو ده الكويت كلنا يعني مبهورين فيه. فقال لهم، ولا هذه مقولة والله الحمد أسعدتني، قال لهم إن اللي هو المسؤول أعتقد عن الألوان وعن شيء فرنساوي هو يمكن، قال لهم أنا أبي اللي يطلعون في التلفزيون كلهم يكونون بهذا الشكل، لللبس لابسة أنا مثلا ألوان وايد مهرجة على أساس ملون، لا لازم يكونون كلهم عندكم بهالمستوى. فرحين ومستانسين، فجأة أنت لما تشوف شيء أبيض وأسود إلى تشوف الألوان، ألوان الملابس، ألوان الديكورات، ألوان اللوحات، ألوان حتى يعني المذيعات لما يحطون بعض المكياج والملابس الجميلة وهم يقرون الأخبار أو يقدمون البرامج. يعني أنا سأظهر على الشاشة بالألوان، بمكياجي، بلون فستاني، بلون صبغ الأظافر، بلون الحمرة، هذا بحد ذاته مسألة نفسية إحنا بالدرجة الأولى. اللون جميل، يعني شوف ألوان الطيف ما أحلاها. كنت أروح عند جاري أو بيت جيراننا من آل معرفي الكرام، وكنت أشوف عندهم التلفزيون وأقعد بالساعات، وكان الوالد والوالدة الله يرحمهم يسألون وين يوسف وين فلان، وأنا مجابل التلفزيون لعشقي وقربي من هذه الشاشة، وأشوف كيف تحولت الصورة من أبيض وأسود إلى صورة ملونة. حتى أيام أبيض وأسود تلفزيون الكويت كان التلفزيون الوحيد في المنطقة، منطقة الخليج، يعني الكل اتجاههم في من الإخوان في دول الخليج تلفزيون الكويت كان. فعند التحويل كانت تلفزيونات أبيض وأسود موجودة في دول الخليج المجاورة، وبعدين لما هنا في الكويت حصل إلى ألوان، طبعاً كل الناس كانوا يتفاخرون إنه عندنا ألوان ما حد عنده وهالكلام هذا. وأذكر بأن إحدى دورات بطولة كأس الخليج نقلت لأول مرة بالتلفزيون أو بالألوان من خلال الدورة التي أقيمت بالسبعينيات في دولة الكويت. يعد تلفزيون دولة الكويت من أوائل المحطات التلفزيونية في الشرق الأوسط التي يحصل على سيارة نقل خارجي، مما دعا الكثير من الفنانين العرب للحضور إلى دولة الكويت
لتسجيل أعمالهم الفنية، ويعتبر كذلك من أوائل المحطات التي بدأت ببث البرامج الحوارية مثل برنامج الدائرة المستديرة، شبكة التلفزيون قضايا وردود، وكان ذلك في عام 1972. برنامج قف أنت على الهواء يعني استقطبت فيه رموز العاملين في الصحافة والأدباء والكتاب. أعظم محطة أنا أعتقد هي محطة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، هي المحطة التي قدمت يوسف مصطفى لأهل الكويت، هذه المحطة التي استطعت من خلالها أن أصل إلى العالمية وأن أكون محترفاً وأن أكون بالفعل حامل لواء الإعلام الكويتي، هذه المحطة الأبرز. وقعت بالصدفة على قصة الأديب السوداني الطيب صالح عرس الزين، ففكرت أن من ناحية هذه انطلاقة الفنيين والسينما الكويتية خارج حدود الكويت ننطلق، ففكرت في السودان، والحمد لله عرس الزين لما عملنا في باسم الكويت انتشر، أخذ 7 جوائز عالمية باسم الكويت بالغزو وبعد التحرير. أنا منهم صابني يعني نوع من الخرس صراحة وخوف، يعني لو أحد بيحوس السكانة بصوت عالي كذي أنقز، يعني من اللي صار فينا يعني ما هو سهل. فكان الشيخ نواف الله يسلمه طول عمره كان وقتها هو وزير الداخلية، فالشيخ نواف التفت علي وقال لي ماما نيسا وينك؟ قلت له كاني ويني في؟ قال لي لا وينك عن التلفزيون أقصد. قلت له والله طال عمرك أبو فيصل مالي خلاص الحين ما عندي استعداد أتكلم ولا عندي استعداد أروح تلفزيون، لأن اللي حصل بالكويت أصابني في نوع من الخرس الصراحة. قال لي لا هذا مو كلام مو بكيفك. التفت على الأستاذ عبد الرحمن الخضري وعلى الأستاذ أحمد المزروعي واللي قال لهم ماما نيسة ترجع للتلفزيون، تجو احنا مانعينها يلا خلاص هم يبونها من الله. قلت له طال عمرك بس على شرط أنا أسوي برنامج بس أسميه عيال الديرة، برنامج بريد التلفزيون، وكانت المخرجة الأخت نورية السداني، وهذا كان برنامج يذاع على الهواء مدته نصف ساعة، وكان بالنص الأول من البرنامج نرد على الرسائل، ساعتين رسائل ماكو لا تليفون نقال ولا واتساب ولا شيء ولا إيميل، تينا رسائل مكاتيب، تينا التلفزيون مكاتيب كثيرة تسأل عن التلفزيون تسوي طلبات ويبون يسمعون شيء ويعلقون، فإحنا نختار الرسائل ونقرأ محتواها ونجاوب عليها ونرد عليهم، واللي حمقان سأل عن شيء نجاوبه، واللي يقول شغلك كذي 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 ذاك المذيع غلط وما شنو نحاول نعتذر لو نوضح له شو اللي قال. محطات كثيرة عديدة حياتي كلها، التلفزيون الكويتي باختصار بالنسبة لي هو من أجمل أوقات اللي قضيتها بحياتي ومن أسوأ الأوقات كذلك، لأنه إرهاق وتعب شغلني عن أهلي شغلني عن الدنيا كلها، وفي نفس الوقت كان يعرض عليه في ذاك الوقت والفترة حتى في السبعينات عرض عليه مناصب أكبر من وكيل وزارة مساعد للتلفزيون، وكنت أرفض لعشقي ومحبتي للتلفزيون، كنت أعمل في التلفزيون بحب وعشق للتلفزيون. وأكد لك اللي معاي كلهم واللي حوالي لو سألتهم قالوا لك احنا نشتغل بنفس هذه الروح وهذه المحبة، كنا كذا، فالتلفزيون هو همي وحبي. حرصت دولة الكويت على أن يكون الشعار الذي يمثلها على شاشة التلفزيون الرسمي نابعاً من الزخرفة الإسلامية، وراعت بأن تكون الكتابة على شكل الأبراج
التي تعتبر من أبرز المعالم السياحية الكويتية. في كل سنة نلمس تقدماً وتطوراً ملموساً وعطاءً أكبر في تلفزيون دولة الكويت، لأنه حين نتكلم عن الإعلام نتحدث عن عطاء مواطنين تجاه وطن قدم لهم الكثير، ولهذا نشعر بأن الإحساس الوطني من قبل القائمين عليه إحساس حقيقي يزداد يوماً بعد يوم ويتولد لدى كل من يعيش في هذا الوطن. وكانت هناك عناصر مبدعة ساهمت في ريادة تلفزيون دولة الكويت عبر مسيرته. السبب الرئيسي وأول سبب إن ما كانت في تلفزيونات دول المجاورة بهالقوة وبهالمستوى اللي نشوفه اليوم. مثل ما قلت قبل شوي، الكويت كانت التلفزيون الوحيد كان موجود، وبعدين ظهرت تلفزيونات حتى لو أبيض وأسود، ظهرت تلفزيونات ثانية. بس دعم وتفاني المسؤولين والقيادة الحكيمة عندنا وصلت تلفزيون الكويت إلى هذا المستوى. وجود صاحب السمو الأمير حفظه الله الشيخ صباح الأحمد في انطلاقة تلفزيون دولة الكويت والإعلام ووزارة الأنباء والإرشاد، هذه كانت بحد ذاتها كفيلة لكي تضع أولى الخطوات ولكي يغرس سموه حفظه الله البذرة الطيبة التي نعيش اليوم في ظل كنف ثمارها حلوة المذاق. هذه كانت أهم العناصر، أيضا بالإضافة إلى وجود شخصيات كبيرة جدا يعني لا يسع المقام لذكرها، يمكن الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه، الشيخ سعود الناصر رحمة الله عليه، كثير من الوزراء ووكلاء الوزارة الذين عاصروا الإعلام الكويتي، منهم من هو يعني حاضر أمد الله في عمره، ومنهم من رحل، لكن ندين لهم بالفضل في وصول ريادة الإعلام الكويتي. هو اهتمام المسؤولين بعملهم واهتمامهم بتفاصيل عملهم، يعني حسب ما أذكره أن أطلع من الاستوديو بعد البرنامج اللي على الهواء ألاقي الأخ رضا الفيلي كان مدير البرامج ذيك الساعة يقول لي الشيخ يابر العلي على التلفون يبيك. شيل التلفون، الشيخ يابر العلي وزير ذيك الساعة يقول لي أنا ولدي ما قصرت، خوش برنامج، خوش حلقة، خوش أسئلة. فيعني هذا الاهتمام لما تحس أنت أن الناس المسؤولين عن هذا الجهاز يهتمون فيك شخصيا ويهتمون بالعمل شخصيا، يعطيك دافع لا أول ولا آخر في الواقع. كان الشخص لما يظهر على التلفزيون الكويت كلها تشاهده، لا توجد وسيلة غير أنه يروح يطالع تلفزيون، هذا أهل الكويت صغار وكبار. لذلك ينعرف الإنسان من خلال ظهوره على التلفزيون. فالممثل ينعرف وينشهر ويأشرون عليه الناس، هذه نجومية وهي حلوة، حلوة عند الإنسان أنه يعرف أن الناس عرفوه. ولذلك هذه الفترة كلها كان في نجوم كثيرين وكانوا يحاولون بقدر الإمكان أن يبذلوا جهد أكبر وأكثر عشان البحث، مو الفلوس. أنا أول ما اشتغلت كان معاشي 57 دينار ذاك الوقت، وهذا وايد بعد، كم لا تتعدى 5 أو 6 دنانير. لكن لأن من وراء هذا العمل لا يهم المكافأة بقدر ما يهم المنتج العملي كم يعني وكيف يطلع. فما كانت الفلوس، حتى ما أنا قعدت شهر ما أدري إيش يعطوني، ليه ما أخذ الشهر يا أبو إياها. كنا غير، كنا مجموعة، كل هذول الوجوه اللي عدد لك أسماء وشخصيات كثيرة لهم الفضل في الإذاعة والتلفزيون، أسماء تستحق أن يذكرون وأن يكتب عنهم. وهكذا هو يفكر بماذا يعطي، وهذا كان دأب كل العاملين في الكويت. لهذا إحنا كنا يعني أصحاب الريادة، وأعتقد إحنا لازلنا نستطيع أن نثبت بأننا أصحاب ريادة. وإن شاء الله أنا أوفق في كتابي اللي الآن يعد، ذكرت العدد الكبير بالصور والوثائق والأسماء، وإن شاء الله أني ما أنسى أحد، بس وأنا أعتقد أني أنسى أكيد. البساطة والحب العمل، العمل عندهم عبادة. نطلع
أنا الماء برمضان يأذن المغرب وأنا قاعدة في التلفزيون، يعني ما مو بس أنا، كل من يعمل ما يهمه شمس حر برد مطر ما يهم، المهم يشتغل ويكمل شغله، تلاقيهم مثل الدينامو. كانت تجارب رائعة جداً، أنتجت أعمالاً مهمة ومبدعين من ممثلين ومخرجين وكتاب، ما زالت لهم مكانة مرموقة في الوطن العربي على مستوى العمل التلفزيوني، مما مكن دولة الكويت من أن تصبح من الدول المشاركة في المهرجانات الفنية الإقليمية والدولية، والتي حققت أعمالها جوائز كثيرة في مهرجانات عربية مختلفة. من أهم الأفلام التي قام بإنتاجها تلفزيون دولة الكويت أول فيلم كويتي قصير بعنوان العاصفة، بالإضافة لأول فيلم روائي بعنوان بس يا بحر. ومن أهم ما ساهم في رفعة وريادة تلفزيون دولة الكويت الاهتمام الكبير الذي يوليه منذ 54 عاماً وحتى هذه اللحظة بدعمه الكبير للكوادر الشبابية الوطنية والمبدعة أيضاً. الشباب هم المستقبل الكويت، وبالتالي اهتمام في رعايتهم في مراحل التنشئة المختلفة وإعطائهم كل ما يهتمون فيه وتقديم لهم الرسائل الإعلامية القيمية التوجيهية الغير مباشرة ومن خلال اهتماماتهم، أعتقد هو التحدي الكبير لكل تلفزيونات العالم اللي تسعى لخدمة شبابها وأبنائها. وبالتالي لابد أيضاً بالرغم ما نقدمه الآن من تجربة خلال السنوات يمكن الأربعة الأخيرة وبعد إطلاق سيدي حضرة صاحب السمو الوثيقة الوطنية للشباب وتبنيها واهتمام سمو العهده الأمين ودعم من سمو رئيس مجلس الوزراء، اليوم احنا نتكلم عن نهضة شبابية أساسها ثقافة تنمية ثقافة الشباب، ومن يستطيع أن ينمي هذه الثقافة هي المؤسسة الإعلامية وقلبها التلفزيون وأيضاً الإذاعة، فكلهم اليوم يتحملون مسؤوليات مهمة وجسيمة. أستطيع أن أقول بكل تجرد نحن في نهضة إعلامية شبابية، أتمنى إن شاء الله أن نطورها إلى الأمام وأن نجد دائماً شباب الكويت كما عهدناهم دائماً هم داعمين لتلفزيونهم تلفزيون الكويت العريق. جاءت الانطلاقة الحقة للعمل التلفزيوني الكويتي بعد افتتاح مبنى التلفزيون الجديد في مجمع الإعلام في 17 من فبراير من عام 1979، والمبنى مزود بأحدث المعدات وأكثرها تطوراً، إضافة إلى استوديوهات حديثة لتقديم وتصوير البرامج. وكل هذه الظروف ساعدت على تنوع البرامج المعروضة، وتمت زيادة عدد ساعات الإرسال إلى 16 ساعة يومياً، وأصبح تلفزيون دولة الكويت يمتلك من الاستوديوهات الضخمة بمساحاتها ومعداتها الشيء الكثير، إلى أن جاء الغزو العراقي الغاشم الذي سعى لتدمير أهم إرث وهي مكتبة التلفزيون، لولا وجود الكوادر الوطنية التي سعت للحفاظ على ما تبقى منها. الغزو العراقي الغاشم يعني باعتقادي هو ثلاث محطات، قبل الغزو، أثناء الغزو، وبعد التحرير. قبل الغزو أخذنا على حين غرة كما يقولون، غدرا وظلما وبهتانا، لكن الحمد لله الإعلام الكويتي تصدى لهذه الطعنة وأثبت وجوده. أثناء الاحتلال أيضا الحمد لله استطعنا أن نشكل رأي عام خليجي عربي إسلامي دولي ساهم في تحرير دولة الكويت بفضل الإعلام الكويتي وبفضل مصداقية الإعلام الكويتي وبفضل رجال الدولة، إن كان من قيادة سياسية أو من حكومة أو من رجال إعلام، وبعد التحرير الحقيقة من جهود مخلصة ساهمت في عودة وتأكيد أحقية الإعلام الكويتي في عنصر الريادة، والفضل لله سبحانه وتعالى.
أثناء الغزو العراقي الغاشم تكاتف أبناء الكويت من أجل الحفاظ على صوت الكويت في شتى بقاع الأرض، ليظل صوت الكويت مدوياً في الآفاق، شامخاً بعطاءات أبنائه، ومعلناً ومؤكداً دائماً: هنا الكويت، هي روح، هي عشق، هو دم. عندما أعلن هذا الشعار الخالد هنا الكويت، أشعر بأنني أمسك بقلبي على راحة كفي. هنا الكويت هو رديف لإسمي الذي أحمله طوال حياتي، يوسف مصطفى، لكنني أقدم هنا الكويت دائما وأبدا على إسمي وعلى روحي، وأقدمه فداء لهذا الشعار الخالد: هنا الكويت، هنا الكويت، هنا الكويت. إذا كان العمل التلفزيوني قد تأثر كغيره من محطات التلفزة بظهور الفضائيات الخاصة غير الرسمية، إلا أن الريادة في المنطقة ما زالت تشكل علامة فارقة في مسيرة تلفزيون دولة الكويت عبر العديد من الأعمال الدرامية والبرامج السياسية والاجتماعية التي تركت بصمة هامة في تاريخ الأعمال الفنية والبرامجية العربية. التلفزيون دائما في تحدي مع نفسه، العالم يتغير ويتطور في على مدار اللحظة، سواء في دخول تكنولوجيات حديثة في وسائل التواصل والاتصال، وضع التلفزيون بأن يقدم الأفضل. تلفزيون الكويت بحاجة حقيقة إلى المزيد من الجهود الفنية وجهود التواصل والتسويق لإبراز برامجه الهادفة، سواء كانت القيمية أو الفنية أو الثقافية. عليه مسؤوليات كبيرة، لكن ثقتنا كبيرة في شبابنا، ثقتنا كبيرة في مسؤولين تلفزيون الكويت، خبراته العتيدة والعريقة اللي استطاعت دائما أن تقدم للمواطن كل ما يهمه في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. نريد أن نرى مزيد من التطور في العملية البرامجية، مزيد من التطور في العملية الإنتاجية. شكل تلفزيون الكويت ومحتواه تحدي كبير في وسط عالم مليء بالفضائيات وبالتلفزيونات التي تريد أيضا أن تنافس وتقدم. المهم أن تلفزيون الكويت حقق وسعى إلى ثقة المشاهد، واستطاع من خلال تبني للبرامج الوطنية وخدمة المجتمع وكل ما يحقق تطلعات مجتمعنا وأيضا يحقق رؤية قيادتنا، التلفزيون كان هو دائما في مقدمة الإعلام الوطني، وهو شريك حقيقي للإعلام الوطني الخاص، لأن هي منظومة كاملة تسعى إلى خدمة الكويت. 54 عاماً من أجواء الحرية والديمقراطية تحقق فيها الكثير من الإنجازات التي شهدها تلفزيون دولة الكويت بشتى قطاعاته من أجل النهوض والتطور ومواكبة متغيرات العصر. وهناك الكثير من التطلعات والأولويات التي يسعى تلفزيون دولة الكويت لبسطها وتأكيدها على أرض الواقع. أتمنى اليوم هم نكون بمستوى زمان مقارنة مع وجود هالكم الهائل من التلفزيونات. التنافس الآن أصبح مو مثل قبل. الإعلام لابد أن يختار اختيار دقيق. من ينتمي إلى الإعلام يجب أن يكون فعلا إعلامي، في مواصفات إعلامية، في قدراته، في أفكاره. المزيد من الاهتمام بالمحتوى، محتوى ما يقدم، يعني لا تأخذنا المظاهر والشكل، نهتم بالشكل والإطار الخارجي دون النظر للمحتوى. تلفزيون الكويت لا تنقصه المادة مثل ما قلنا، فعليه أن يرتفع بالأمور سواء فنياً
أو ثقافياً أو علمياً أو إنسانياً. أنا ابتديت في البرنامج وقتها للحين يعني 54 سنة، وتلفزيون الكويت اليوم يحتفل بمرور 54 سنة، يعني ما للتلفزيون فضل على ماما أنيسة إلا بأن هو عمره 54 وماما أنيسة وهي 54 سنة. أنا سعيدة جدا فيكم، سعيدة جدا في تلفزيون الكويت وعطائه، وسعيدة جدا ولا أقولها مجاملة بهذا الإنسان الرائع وزير الإعلام. في ظل وجود وزير يعني بالفعل مناسب إنجاز التعبير ومخصص للشباب وللإعلام بشخصية الشيخ سلمان الحمود الصباح، أنا أعتقد أن نظرتنا ستكون نظرة مشرقة، نظرة فيها كثير من العمل الجاد والمخلص لهذا الوطن الذي لم يبخل علينا في يوم من الأيام. التلفزيون صرح وطني مهم في الإعلام الكويتي، وهذا التلفزيون انطلق برؤية ثاقبة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حينما تولى دائرة الإرشاد والأنباء أكثر من 5 عقود، وتلفزيون الكويت جزء مهم من ضمير وذاكرة الوطن، استطاع من خلالها هذا التلفزيون أن يتواصل وأن يعمل ليل نهار لإيصال رسالة الدولة في جهودها للبناء والتنمية والتقدم. ما احتوى هذا التلفزيون من العديد من الإبداعات والبرامج لا أستطيع أن ألخصها في هذه المناسبة الغالية على وزارة الإعلام. فالتلفزيون هو قلب الإعلام الكويتي النابض ورؤيته للمستقبل، مما استطاع أن يقدم العديد من البرامج سواء كانت سياسية توثيقية أرخت تقدم وازدهار الكويت، أو بمحتوى أيضاً من مساهمات تراثية ثقافية فنية منوعة أرخت الفن الكويتي الأصيل وأبداعاته بمنظومة متميزة، نسعى دائماً بتعاون الجميع إلى تطورها وتقدمها وتقديم الأفضل لوطننا الغالي الكويت. بعد 54 عاماً على بداية أول بث لتلفزيون دولة الكويت، تظل المحافظة على الريادة أمراً يتطلب الكثير من الجهد والعمل، خصوصاً مع وجود المنافسة. التحدي بالإنسان، التنمية البشرية أغلى ما عندنا اليوم، لابد أن نسعى إلى مزيد من التنمية البشرية، الجهود التدريبية، استفادة من خبرات الآخرين. هذه هي السر، أو هذا هو سر نجاح كل المؤسسات الإعلامية. اليوم تلفزيون الكويت بدأ بجهود أكبر في الاهتمام بهذا الجانب، استفادة من خبرات العالم، يستطعنا أن نجد كل هذه العوامل للتنمية البشرية، نستطيع أن نحقق الريادة المستدامة والتطور. وهو تحدي، ما في شك، هو تحدي كبير، لكن أستطيع أن أقرأ الآن من خلال ما أرى من دورات، من خلال ما أرى من مساهمات جهود كبار المخرجين والمؤدين في هذه المؤسسة العريقة في تلفزيون الكويت، في التواصل مع الشباب وتوجيههم، دخول الكثير من حملة الشهادات العالية في مجال الإعلام ومجال الاتصال والتكنولوجيا، السبيل الأساسي لتطور منظومة تلفزيون الكويت. وأيضا يجب أن لا نغفل دور أساسي لتلفزيون الكويت أطلقوه من سبقونا من مسؤولين، ونخص المغفور له الشيخ جابر العلي الصباح حينما استطاع أن يوثق تراث الكويت. هذا التراث الغالي
مع مرور الزمن قد يتعرض إلى الاندثار، لكن التلفزيون استطاع أن يحقق في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت هذا التوثيق الهادف المفيد الفني. علينا الآن أيضاً أن نسعى كلنا إلى تجديد هذا التوثيق والمحافظة عليه وتطويره. التحدي الثقافي مهم، الثقافة اليوم في مراحل أصبحت مهمة للدول، لأن من خلال الثقافة نستطيع أن يعني نقدم القدوة لشبابنا، نقدم مفهوم جديد نحتاج إلى التنمية وأيضاً الانتماء الوطني والتعاون والازدهار. كل هذه الأمور نلمسها الحقيقة اليوم في التوجه لتلفزيون الكويت. فألف مبروك لتلفزيون الكويت، أتمنى إن شاء الله نحتفل بسنوات قادمة لمزيد من العطاء لتلفزيوننا الغالي. شكراً للجميع وكل عام وأنتم بخير. مسيرة التلفزيون بعيون أهلها لا شك أنها تشكل رؤية صادقة وموضوعية جديرة بالتوقف عندها والوقوف لها إجلالاً واحتراماً لما قدمه رواد التلفزيون الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة تلفزيون دولة الكويت في شتى المجالات. وهناك من التفاصيل ما لا يخلو من الطرافة التي امتزجت بالعمل التلفزيوني. كان عندي تسجيل في جهرة في روضة، ترى أنا في برنامجي أجوب الكويت من شرق غرب شمال جنوب، من أم الهيمان للجهرة، والجهرة بالذات لها في نفسي يعني شيء عجيب. أنا أحب هالمنطقة هالمحل وأحب كل الكويتيين صراحة، كل الناس. أنا كان عندي أخو وليد، يعني إخواني توفى الله يرحمهم، وليد من بدهم كان التصاقي فيه يعني وايد. وليد يعني اللي ما كان راضي أطلع بالتلفزيون هو اللي قام يشجعني، وهو شاعر وتحاور معه بالشعر وبالكلمات واروح عنده. لما توفى يعني مثل ما نقول أخ، جيت الروضة لقيت الطفل الصغير يدني الأطفال قاعد يمي، طالعني قال لي ماما نيسة أنت أخو أم أنا قريت، لا ما قريت، أنا صغير ما أقدر أقرأ، أنا أمي قالت لي هالكلام. أقول لك إن أخوك توفى الله يرحمه، يعني تصور كلام عجيب، الله يرحمه، أنا أمي قالت لي أسلم عليك وأقول لك الله يرحمه خيش، وأنا تبيني أصير أخوك؟ الله أكبر، ما أدري شو أسوي، أحضنه أبكي، مو من مجال بكي الشغل، أضحك، حضنته واستمرت يعني في الكلام. بس ظلت لليوم هذه الكلمة ترن في ذهني، إنه الحمد لله حتى في لحظات الألم ألقى من يحتضني ومو كبار. كذلك ماما أنيسة أتذكر كان في استوديو عندنا، استوديو عبارة عن 3 أمتار أو 4 أمتار بـ8، هذا هو أكبر استوديو. فكنت أنا أسوي الإضاءة، أعدل الإضاءة اليدوية كذا على أعمدة، وماما أنيسة قدامي والأطفال وعلى الهواء، وأنا أحرك حاشتني الكهرباء، فشعرت أني أنا قاعد أموت، يعني حسيت بالموت في ذاك اللحظة. لذلك لما أقول لك أني حسيت بالموت، أعرف الآن ما هو الموت من خلال أني أنا فقدت شوي الرؤية، وشعرت أني هموت، وتذكرت فقط أشهد أن لا إله إلا الله والحمد لله. فكنت في هذه اللحظة ماما أنيسة تصرخ، هذول ما يدرون شو يسوون، خايفين، إلى أن أنقذني ولد من الفنيين برا، راح طفى الكهرباء والتلفزيون عن كل الكويت عشان ينقذوني، هذه ما أنساها. أردت أن أسجل لنجيب محفوظ، وسط لناس
طبعا كأديب كبير أنا رحت له أكثر من مرة، وكان في كل مرة يؤجل اللقاء يعني لانشغالاته، ولكني بقيت ألح إلى أن في يوم من الأيام بعد أن يأست لقيت تليفون منه قال لي أنا الآن جاهز، هات الكاميرا وتعالي. فتخيل أنك أنت وهذا للأخوة المعدين الآن والمقدمين، عندما تتصل بضيف ويعتذر لا تيأس بل دعك يعني وراه لغاية ما تقنعه في أن يسجل اللقاء. ما وجدنا ممثل ممكن يركب حصان، الكل شباب خايفين، فقلت شو منين الدبر هذا؟ قلت يبا أنا فوق، لبسوني سلاح وعقال وما أدري شنو، ومشيت وعملنا عليا وعصام أول فيلم روائي قصير. إن مرة إحنا تونا بادين التسجيل ولا هالقطو اللي ناوي صوت قطو، ويش وقفنا التسجيل وين هالقطو؟ يلحقونا ولا القطو داش تحت الكراسي والطاولات اللي بالاستوديو، ويقعدون يدابشون وراء الفنيين لين ما لقوه وطردوه خارج الاستوديو. أذكر في عندما زار الرئيس الأمريكي السابق الأب جورج بوش الكويت، كنا في نقل حي مباشر من قصر بيان وكنت مكلف، فأعطونا الإشارة وإحنا في قصر بيان لنقل مراسم الوصول ودخول الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب إلى قصر بيان، وأخذت أعلق، وأنا من النوع الذي يحب التعليق على في المناسبات الوطنية وأحب الارتجال، وأخذت أمدح بهذا الرجل وكيف أن ساهم هذا الرجل في تحرير دولة الكويت، طبعا ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية. ونصف ساعة من الحديث اكتشفت بعدها أنني لم أكن على الهواء، وأن التقطت الإشارة بالخطأ، حتى أتاني أحد الأخوة وقال يوسف أنت قاعد تحكي منه، أنت تتكلم عن ماذا؟ فقلت له اصمت نحن على الهواء، فقال نحن لسنا على الهواء، وحتى هذه اللحظة لم يصل الرئيس الأمريكي جورج بوش، إنما هذه كانت لقطات من الأرشيف. فهذه كانت اللقطة التي لن أنساها.